بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أقول عن سوريا الحبيبة ودماؤها الجريحة ومذابحها الأليمة؟ ماذا أقول عن طفل يتيم بكى حتى نفد الدمع من عينيه البريئة؟ ولو بمراده لبكى دما، آه ثم آه ثم آه. ما حال تلك الطفلة الصغيرة التي رأت الأم طريحة والأب يحتضر والإخوة متناثرة أشلاؤهم؟ ما أصعب ذلك الموقف الذي تعيشه وفي نفس الوقت تراه، ذلك الموقف الذي لن يمحى من ذاكرتها حتى وإن مرت السنين وتناست، فإنها حتما ستتذكره في أي لحظة عابرة ترى فيها ذلك الجيش الوغد اللعين وذلك الجندي الخائن. ماذا يحق لها أن تفعل؟ هل تصرخ؟ أم تفجر نفسها؟ أم تمسك بحجارة وترمي بها من عاتوا في الأرض فسادا؟ ماذا ستفعل ولسان حالها يقول أين هم أحفاد صلاح الدين الأيوبي؟ أين هم أحفاد عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد؟ أين هم أخوة الدين؟ أين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ينامون ويأكلون وأطفال سوريا يقتلون، حقا إنهم لغافلون لكننا صابرون وبالجنة إن شاء الله بشرون. سوريا الحبيبة أبشري بنصر من الله وفتح قريب، أبشري بذلك اليوم الذي ترفع فيه بإذن الله راية الحق والنصر الأبدي الذي لا هزيمة بعده. ولا تيأسي، فقد قال المولى عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، شكرا.